بلي وجبه غنيه بالبروتينات. كاين بزاف اللي يخمو بلي البروتينات نلقاهم غير في الـ يعني لي زاليمون يعني في تو سكي بروتين انيمال دونك اللحم الدجاج الحوت، لكن نساو بلي الفول فيه بزاف بروتينات مفيده خاصه للناس يعني لي فيجيتاريان اللي ما يقدروش ياكلوا اللحم، اللي ما يحبوش ياكلوا اللحم ولا اللي عندهم مرض معين من الاحسن يتفاداو اللحم يقدروا ياكلوا الفول ولا البقوليات اون جينيرال اللي فيهم كميه كبيره تاع البروتينات مفيده، وبزياده على هذا فيه بزاف حمض الفوليك والحديد. دونك حمض الفوليك والحديد ملاح ثاني بزاف للمراه كي تكون حامل. وملاح ثاني بزاف للشعر، دونك اللي عندهم مشاكل تاع فروه راس اللي ما تكونش صحيه ولا عندهم مشاكل تاع تساقط الشعر، ملاح انه يكثروا من الفول على خاطر فيه هادو ما فيه ثاني لا فيتامين بي اللي راهي رايحه تخلي فروه الراس تاعهم تولي صحيه اكثر. نعم، قال لي ميم عندي معلومه، قال لك ملاح كانت لا مالادي باركنسون كما هضرت عليها من قبيله، خاطر فيه ماده لا دوبا هي اللي قال لك مليحه لمالادي باركنسون. الوغ الفول عنده ثاني بزاف فوائد على المناعه، بون فيه ثاني بزاف لمضادات الاكسده دونك فيتامين سي مثلا، ومليح ثاني للدماغ تاعنا و لو فونكسيونمون نورمال يعني باش الدماغ تاعنا يخدم بطريقه صحيه وسليمه. دونك سي فري كو الفول عنده مجموعه من الفوائد اللي تقدر تقيس بعض الامراض كيما باركنسون كيما الزهايمر تانيت وتانيت كيما قلنا مليح سواء للوجه دونك البشره ديالنا للشعر ديالنا، وفيه مليح بزاف تانيت للمناعه على خاطر فيه لو زنك. حنا موالفين الزنك نروحو نشربوه كومبليمون اليمونتيغ الوغ كنقدروا نلقاوه في الماكله ديالنا. في الماكله صح، هذا اش قلت لهم خطو نتفاداو الادويه، نروحو نرجعوا بزاف ناكلوا الماكله تاعنا ولا الخضر تاعنا ديجا نستافدوا خير ما نروحو ناكلوا نشربوا الادويه ولا لي برودوي اللي راهم. صحيح، اون بليس يتماشى مع الموضوع تاعنا تاع اليوم اللي هو الديتوكس. لما تلتحقي بالصالون نهضروا على الديتوكس، الان سريها مع الفول.